بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم جينا بفيديو جديد، فيديو نشرح فيه كيفية التسجيل في دورة الدكتوراه لسنة 2022. الموقع الرسمي للتسجيل راح يفتح اليوم، هذا الموقع اللي فيه إدارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتسجيل، راح يفتح في 6 جانفي 2022 لغاية 27 جانفي 2022. رابط التسجيل تاع الموقع راح نضربه في أسفل الفيديو إن شاء الله تستفيدوا منه. بدون طبعا نبدأ في الشرح، الموقع راه يكون على هذا الشكل، احنا وش يهمنا راه يهمنا هذه الخانة تاع التسجيل، نضغط عليها، نضغط عليها جينا هذا الواجهة، هذه المعلومات الشخصية. قبل ما نبدأ في الكتابة والشرح، أول شيء لازم يكون متوفر لدى الباحث أو الطالب يحب يسجل، متوفر عنده جيميل يكون حافظ له المتصل نتاعو. وثاني حاجة واش راح نديرها، أنه يروح يدير سيرة حسن السيرة، حسن السيرة نظن ما يطلبوهاش، يدير الدبلوم تاع ليسونس ولا الدبلوم تاع ماستر والصورة الشمسية وكشف نقاط الباك والبكالوريا وكشف نقاط ليسونس وكشف نقاط الماستر أو الماستر الثاني، يديرها في شيء تاع بي دي اف على صيغة بي دي اف ويحفظها في البي سي نتاعو باش يسهل له الأمور. نبدأ بالشرح، نحن راح نديرو معلومات افتراضية فقط لأجل تسهيل الشرح. نبدأ بعد كده، نبدأ معلومات افتراضية فقط. سنة تاع البكالوريا مثلا أنا ندير 2016، مطر كي تاع المطر كنت تكتب البكالوريا افتراضية كما قلنا، والإيميل، الإيميل اللي قلنا للجيميل خاص بالدكتور. من بعد نزيد نعاودو التأكيد تاع الجمهور، ومن بعد نديرو نوت باس. نزيد نعاودو نوت باس، نتأكد من المعلومات كومبليت هنا، ومن بعد نديرو ريجستري، نديرو ويو. جينا هاد الواجهة، هنا بروفيل تاعك راه خرج هنا، بعد تجيك هذه هنا. امبريمي هذه وخليها عندك. هذه واش فيها؟ هذا في شي بي دي اف، هذا فيه الايميل تاعك وفيه المتصل تاعك تاع نقطة زيها، باش من بعد كي ان شاء الله كتجي راح تتأكد تسجل بها. بعدها واش ندير؟ نروحو الى موندوسي. كما قلنا موندوسي تجيك هذه الواجهة هنا، انا مش يقول لك حط الصورة تاعك، دير موديفي، تضغط على موديفي، تجيك هنا منخفض تاعك، تختار الصورة الشمسية تاعك، احنا راه عندنا صورة يعني افتراضية فقط، وبعد تروح تعمر هذا المعلومات، كلك اللقب باللغة العربية، وبعد الاسم باللغة العربية، وبعد ديرو الجنس، بعد دوري صوتك كنديرو افتراضية كيما قلنا. ومن بعد مكان الازدياد نتاعك وين زدت ديرو افتراضي فقط، ومن بعد وين راك مقيم، دير نيميرو نتاعك، ومن بعد دير بس كنت خدام ولا مازال طالب، ما عادش كنت طالب. تتأكد معلومات تاعك انت هذو اللي درتهم كامل باسكو صح ولا لا، بالصورة، ومن بعد دير ريجيستري، ومن بعد دير فاليد. كي دير فاليد تجيك تحول بالعلامة الزرقاء هنا راك فاليديتها، تأكد معلومات تاعك كومبلي، ومن بعد دير سويمون. هنا واش يجيك؟ يجيك الأولى في الخانة الأولى، ما تنسوهاش الخانة الأولى هذه، اسكو انت كلاسيك ولا ال ام دي، اللي كلاسيك دير كلاسيك، ال ام دي دير ولا كبير هما، نبدل وين درست مثلا كبير هما الباقي، وقتاش تخرج منها نقولو 2021، الدومان نتاعك نديرو العلم سميتو الاجتماعية، من بعد كلية سوسيال، ومن بعد نديرو سبيسيال بيلا تخصص نتاعك، سبيسيال بيلا. نعم ما تخرج او تبدلوا السياسة،
تكتب تخصص بتاعك. الكلية فقط صحيحة، إذا ما كنتش باش تخرج لك تخصص الكلية بتاعك هنا تخرج لك، هكذا هنا تخرج لك مختار نوع التخصص. سيولوجي ولا كوميونيكاسيون علم الاجتماع والاقتصاد، تختار الدومين، بعد تختار الكلية، بعد تختار التخصص نتاعك، ومن بعد دير ماجستري، بعد دير فاليو، تحول لك ال ام دي هنا نجم تخلف منها سنة و الدومين نتاعك والكلية ومن بعد التخصص نتاعك، وتقدر دير إذا غلطت دير اوني لي فاليداسيون، ومن بعد تزيد تموديفي ودير فاليو ساهل، ومن بعد دير سيجو. تجيك هنا هذه يطلبوا منك تحميل هذاك لي فيشي من الدبلوم تاع لا ليسونس والماستر وتشوف طريقة تحملها. يقول لك واش طالب يقول لك فيت نوت وباكالوريا، الباكالوريا تكليك هنا تحل هذا مازال هنا، بعد تجي هنا تكليك هنا ديبوزي، تروح كشف النقاط تاع الباكالوريا ودير هنا تحمل ودير ماجستير هذه الأولى، بعد الثانية الدبلوم تاع لا ليسونس نفس الشيء دير هنا، دير هنا هذه يقول لك وقتاش تدخل تقرا ال 2017 دير 2018 دير دوكيومون بعد دير ديبوزي ديبلوم تاع الماستر تاعك بعد دير ماجستري بعد غلوفيدنا تاع الماستر نفس الشيء ديبوزي تشوف النقاط تاع الماستر او ماستر اثنين تحطو في شي واحد وتحمل دير ماجستري انا دير ماجستري أكسر الماجستير صاري إذا غلطت ولا ما حملتش سامع قبل ما دير فاليدي تعاود هنا تكليك هنا على الزرقاء باش تحملها ومن بعد باش دير فاليدي إذا حسيت روحك أنك غلط ولا كاش فكرة دير أوني لي فاليداسيون تعاود تحمل هاديك الفكرة للفيشي هذاك ودير فاليدي من بعد نديرو سيو أنا واش نخيرو نخيرو الجامعات ونروح نفوت دوما تاعنا اللي اخترناه راه في الصنوف هي في يعني يسمى العلم السلمي الاجتماعي هنا خير الكلية خير الكلية تاع الصنوف السوسيال ما نديرو وين حاب تفوت انت مثلا تقول اخترت مثلا في بازا بعد الكونكور شوف انا اسكو كاين مثلا الكونكور اللي حاب انت تخصص اللي حاب انت ولا مكانش ومن بعد دير اونجستري هذه الاولى الجامعة الاولى ومن بعد نعاودو نفس الفكرة بعد نقولو راح نقولو راح نديرو في اندية قلتو اندية كونكور يخرج لك حتى شحال من بوست روا بوست و لاضت نتاعها قالك 12/3/2022 هادي درع جديدة لعندها ومن بعد نديرو اونجستري هادي الثانية نزيد نعاودو نديرو سوسيال نديرو ويب بغيت نديرو الكونكور شوف انت الكونكور اللي ساعدك اللي خدمتو بيه بغيت نديرو ماجستري نزيدو الرابعة والأخيرة سوسيال بغيت نديرو فاشلة مثلا ونديرو ماجستري هادي أكدو ونديرو ماجستري رانا خيرنا ربعة ولا تقدر تبريمي واحدة ودير ماجستري تبريمي ودير ماجستري ومن بعد واش نديرو نديرو فاليدي تأكد من المعلومات هذه كاملة تاع اسكو سجلت ولا مسجلتش والجامعات بالتفصيل وإذا غلط دير اوني لي فاليداسيون عاود سجل الجامعة ودير اوني جيستري ومن بعد فاليدي كي نتأكدو كامل واش نديرو نديرو الفورم
جينا هذه الواجهة اللي يقول لك باللي لو كونفيرمي وقتاش التأكيد، التأكيد راح يكون في 28 جانفي 2022 إن شاء الله. يعني مازال بعد ما تنتهي فترة التأجير راح تجي فترة تاع التأكيد تاع التسجيل كونفيرمي. وما في عادة أن الموقع يكونفيرمي أوتوماتيكيا، يعني من الوزارة يكونفيرمي أوتوماتيكيا كامل التسجيلات، ومن بعد تمبريمي الدومون تاعك تاع تمبريمي الدومون تاعك. وإن شاء الله نكونوا في بداية هذا الشرح إن شاء الله، في فرص أخرى إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله للجميع ودعوتكم، وإن شاء الله ما تقبلوش بالجيم وما تقبلوش بالبارتاج الفيديو. السلام عليكم.